من خلال الرد على الأسئلة اللي قدامنا ديت نبقى خدنا فكرة عامة عن البيوجينيك أماينز. إيه هي؟ What are biogenic amines؟ Where are biogenic amines found؟ موجودة فين؟ How are they produced؟ البرودكشن بتاعها؟ What health impacts do they have؟ الهيلث هازارد بتاع البيوجينيك أماينز على الهيومن. What are factors influence production؟ إيه هي الفاكتورز أو العوامل المؤثرة في الانفلونس أو البرودكشن بتاع البيوجينيك أماينز؟ وآخر حاجة How can they be reduced أو eliminated علشان أقلل التوكسيك إفكت أو البابليك هيلث هازارد بتاعها؟ طيب بالنسبة لأول حاجة هنتكلم عن إيه هي الأمينات الحيوية. البيوجينيك أماينز هي عبارة عن نيتروجينس كومباوندز بتحتوي على with one or more amino groups low molecular weight have biological activity. وجودها بيبقى essential at low concentration لأن هي ليها natural metabolic function, ليها physiological functions في الـ animals, في الـ plants, في الـ microorganisms. طيب قبل ما نتكلم عن الـ physiological function والـ importance بتاعتها, ممكن ان انا اقسم برضو في التعريف البيوجينيك امينز كان بي كلاسيفاي اكوردنج تو الكيميكال ستراكشر, على حسب الكيميكال ستراكشر بتاعها. فانا ممكن اقسمها لحاجه اسمها اروماتيك ستراكشر, في الفاتيك, في انواع منها هيتيروسايكليك, وهناخد الامثله بتاعتها فيما بعد. طيب طب ده كلاسيفيكيشن اكوردنج تو الكيميكال ستراكشر. في كلاسيفيكيشن تاني بيست اون نمبر اوف امينو جروبس. لو جينا اعتمدنا على الامينو جروبس يبقى انا هقسمها الى مونو امينز وبولي امينز. طيب من ضمن التعريف برضو انا لازم ابقى عارفه ان البيوجينيك امينز بتبقى هيت ستيبل كومباوندز, درجه الحراره ما بتاثرش فيها, سلايتلي ريديوسد او ممكن اقول نوت سيجنيفيكانتلي تشينجد باي بويلينج وانس ات از فورمد. بمجرد ان هي تتكون زي ما هنقول هتتكون ازاي, ف not destroyed by cooking, ما بتتأثرش بيه درجات الحرارة بتاعت الكوكينج ميثودز ولا بالسموكينج ولا الفريزينج or any other type of preservation technique. يبقى دي هو تعريف بسيط وعام عن الأمينات الحيوية أو البيوجينيك أمينز. طيب where are biogenic amines found؟ موجودة فين البيوجينيك أمينز ديت؟ موجودة في in all foods containing high protein contents, كل الأطعمة اللي بيبقى فيها نسبة البروتين بتاعها عالي أو نسبة الفري أمينو أسيدز فيها عالية, وبالتالي فهي موجودة في وايد رينج أوف فودز, شاملة الفيش والفيش برودكتس, شاملة الميت والميت برودكتس, شاملة الديري برودكتس زي التشيز زي الجبن, شاملة كمان الفيجيتابلز بعض الخضروات والفروتس الفواكه زي الطماطم والعنب والفراولة والأفوكادو والخوخ. طيب شامله كمان النتس, بعض انواع المكسرات, الصويا صوص لان طبعا هي ريتش بالبروتين والامينو اسيدز, موجوده كمان في المشروم وفي الشوكليت وفي الواين والبير, الخمور والبيره. طيب لو جينا شفنا كمان موجوده فين البايجينيك امينز, ولو قسمنا الاكل عندي لنون فيرمنتد فودز وفيرمنتد فود برودكتس, طبعا احنا خدنا عمليه الفيرمنتيشن بتتم ازاي وخدنا أمثلة لأنواع الفيرمنتد فودز زي السلامي وزي الهوت دوج وزي الفرانكفورتر, ودي خطوة بيتم فيها عملية رايبنينج ستيب أو تكنيك بحيث إن أنا أخلي الديجري بتاع البي اتش بتاعتي أسيتيك وفي بعض إضافات للمايكرو أورجانيزمز اللي بتساعد في عملية الفيرمنتيشن. طيب لو قسمت الأكل عندي للنون فيرمنتد فودز, وجود البيوجينيك أماينز موستلي undesired يعني اكيد طبعا هتبقى مش موجوده لان انا مش موجود عندي النوع بتاع المايكرو اورجانيزم اللي ممكن يسبب البرودكشن بتاع البايوجينيك امينز, وبالتالي كان بيوزد از انديكيتور فور مايكروبيال سبويلج زي الفيش مثلا, زي انواع الاسماك طبيعي ان الفريش فيش ما يبقاش فيها نسب عاليه لان هي فريش فود ونون فيرمنتد, وبالتالي المفروض ما يبقاش فيها مايكرو اورجانيزم تعمل لي مالتيبليكيشن وبرودكشن للبايوجينيك امينز. ففي النون فيرمنتد فودز بقول ان هي انديكيتور فور وجود البايوجينيك امينز فيها, انديكيتور فور مايكروبيال سبويلج. طيب بينما بقى لو جينا خدنا مثال للفيرمنتد برودكتس اوف فود زي ما قلنا السلامي والفرانكفورتر والهوت دوغ, كان اكسبكت بريزنت اوف ميني كايندز اوف مايكرو اورجانيزمز, some of them في بعض منهم طبعا
زي ما هنتكلم عن المايكرو اورجانيزم اللي هي بتديني او بتعملي برودكشن للبايوجينيك امينز. some of them capable of producing biogenic amines اثناء الرايبنينج تكنيك. وطبعا دي المهم فيها هنا الديجري بتاع البي اتش والتايم والتمبريتشر اللي هيتم فيهم الخطوه بتاع الرايبنينج او الفرمنتيشن. طيب في النهايه اقدر اقول ان الليفل بتاع البايوجينيك امينز في الفودز are different depending on, هيختلف طبعا باختلاف التايب اوف فود والفود برودكتس, بيختلف كمان حسب النيتشر والافيلابيليتي بتاع المايكرو اورجانيزمز في الفود. طيب طالما قلنا ان البايوجينيك امينز اسينشال ات لو كونسنتريشن, قلنا لان هي ليها ناتشرال ميتابوليك وفيسيولوجيكال فانكشنز, فبالتالي هي ليها فيسيولوجيكال امبورتنس. وبناء على الفيسيولوجيكال امبورتنس هنا انا بقسم البايوجينيك امينز لاندوجينوس امينز واكسوجينوس بايوجينيك امينز. الاندوجينوس امينز دي موجوده في ديفرنت تيشوز. ناخد مثال سهل ويمكن شائع شويه اللي هو الهستامين اللي هو made and stored in mast cell and liver, بيتصنع وبيتخزن في الماست سيل والليفر, موجود بهاي كونسنتريشن في السكن في اللنج في الاستومك also كمان في البرين وفي الهارت. ده بيعتبر consider a key indicator for allergic reaction. طيب ك defense mechanism للبودي can be transmitted locally, ممكن يتنقل locally, وطبعا ده يعتبر local immune response, ممكن transmitted via blood system. طيب ال endogenous amines شاملة طبعا الهستامين, في حاجات تانية غيرها برضو, لها importance كمان في nucleic acid formation, لها importance في البروتين senses, وطبعا زي ما قلنا ال local immune response ك defense mechanism. طيب ده بالنسبة للإندوجينوس أمينز اللي هي نورمالي موجودة في الهيومن تيشو. أجي بقى أشوف النوع التاني اللي هو الإكسوجينوس بايوجينيك أمينز, ده دايركتلي أبسوربت فروم ذا فودز زي ما قلنا موجود في بعض الأنواع بتاع الأطعمة. طيب وجوده في الأطعمة ديت هل هو توكسيك إفكت على كل الهيومن؟ لا, أنا في عندي حاجة اسمها مونو أمينو أوكسيديز إنزيم في الهيومن انتستين تعمل لي بريك داون للبايوجينيك امينز, بتمنع بريفنت الاكسسيف ريسوربشن بتاع البايوجينيك امينز, وبالتالي بتمنع التوكسيستي, بيبقى صعب ان يحصل توكسيستي نتيجه وجود بايوجينيك امينز بنسب قليله, لان المونو امينو اوكسيديز انزيم اللي موجود في الانتستين بتاع الهيومن بيعمل لي بريك داون, بيكسر لي البايوجينيك امينز ديت اللي جايه له من الخارج اللي هي الاكسوجينوس سورس, وبتمنع الاكسسيف ريزوربشن, وبالتالي بتقلل الافكت بتاعه على الهيومن. طيب في حاجتين كمان لازم ابقى عارفاهم برضو, انا عندي في حاجه اسمها ميديكيشن, في دواء اسمه مونو امينو اوكسيديز انهبيتور. المونو امينو اوكسيديز انهبيتور ده كميديكيشن بيتاخد في حالات الدبريشن في حالات الاكتئاب, الاكشن بتاعه هو بيعمل لي بريفنت المونو امينو اوكسيديز اكشن فروم بريكنج داون الامينز, طبعا هو بيثبط الاكشن الطبيعي بتاع المونو امينو اوكسيديز انزيم علشان يمنع تكسير الامينز ديت, وبالتالي بتبقى مهم قوي في عمليه البوزيتيف مود, بيديني بوزيتيف مود بالنسبه للبيشنت اللي بيعاني من الدبريشن او الاكتئاب. طيب النقطه الثانيه برضو اللي لازم ابقى عارفاها ان الالكوحول درينكرز, الناس اللي هي بتشرب وتتناول الواين والبير, نسبه الكحول نفسه الاكشن بتاعه can increase the absorption rate بتاع البايوجينيك امينز في الانتستين, وبالتالي الالكوحول درينكرز دول بيبقوا more susceptible for البايوجينيك امين توكسيستي, لان الكحوليات كمواد بتساعد في عمليه الابسوربشن ريت بتاع البايوجينيك امينز من الانتستين, فكانه بالظبط ثبت المونو امينو اوكسيديز انزيم اللي هو normally present في الهيومن انتستين. طيب اكيد احنا بنسال هنا دلوقتي how are biogenic amines produced, ازاي بتنتج البايوجينيك امينز دي. في two ways for production of biogenic amines, الطريقه الاولانيه اللي هي decarboxylation of amino acids في الفود, يا اما عن طريق الانزيمز اللي موجوده في الرو ماتيريالز, والرو ماتيريالز هنا مقصود بيها الرو فود انزيم, الانزيمات الطبيعيه اللي موجوده في الفودز قادره ان هي تحول بعض الامينو اسيدز لبايوجينيك امينز, بس دي بتبقى بفيري ليتل كونسنتريشن ونوت افكت هيومن هيلث. او الطريقه الثانيه اللي هي عمليه برضو الديكربوكسيليشن بتاع الميكروبيال
اكتيفيتي او بسميها الميكروبيال ديكربوكسيليشن اكتيفيتي في انواع معينه من المايكرو اورجانيزمز اللي هي ليها ديكربوكسيليشن اكتيفيتي كيبابل اوف كونفرتنج الامينو اسيدز اللي موجوده في الفودز للكورسبوندنج بايوجينيك امينز. تاخد كل امينو اسيد موجود في الاكل تحوله للكورسبوندنج بايوجينيك امينز. اثناء عمليه الديكربوكسيليشن بيحصل ان في الفا كاربوكسيل جروب بيحصل لها ريموفد فروم الامينو اسيد عشان تديني الكورسبوندنج بايوجينيك امينز. يبقى ازاي بتتكون الامينات الحيويه؟ عن طريق الديكربوكسيليشن بليتل كونسنتريشن عن طريق الانزيمز اللي موجوده في الرو ماتيريالز الطبيعيه في الاكل، ودي طبعا بتبقى نو سيجنيفيكانت، يا اما عن طريق الميكروبيال ديكربوكسيليشن. انواع معينه من المايكرو اورجانيزمز بتعمل لي ديكربوكسيليشن اكتيفيتي وبالتالي بتشيل الفا كاربوكسيل جروب من الامينو اسيدز عشان تحولها لي للكورسبوندنج بايوجينيك امينز. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه، وهناخد امثله دلوقتي للديكربوكسيليشن، الطريقه الثانيه اللي هي الترانس امينيشن، دي لا تخص الاكل شويه بس نقولها برضو، اللي هي الترانس امينيشن اوف الدهايد اند كيتونز باي امينو اسيد ترانس امينيزز. طيب ناخد امثله بقى للديكربوكسيليشن اوف امينو اسيدز تو فورم بايوجينيك امينز. انا عندي الفود اللي بيحتوي على هيستادين امينو اسيد كان بي كونفرتد تو هيستامين كبايوجينيك امين. طيب عندي لايسين كونفرتد تو كادافرين، عندي امينو اسيد تيروزين بيتحول لتيرامين، عندي امينو اسيد تريبتوفان كونفرتد تو تريبتامين، عندي فينيل الانين كونفرتد تو فينيل ايثيلين ايثيلامين، اورنوسين امينو اسيد كان بي كونفرتد تو بيتراسين، والبيتراسين هنا عندي كبايوجينيك امينز كان بي فورمد باي تو ويز، يعني ممكن يتكون بطريقتين اثنين. الطريقه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي الامينو اسيد اورنوثين عن طريق الاورنوثين ديكربوكسيليز انزيم بيتحول لبيتراسين، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو الدي امينيشن اوف اوجماتين، الدي امينيشن بتاع الاوجماتين بيحول لي برضو الاوجماتين ديت لبيتراسين كبايوجينيك امينز. وعشان يبقى عارفين برضو الاوجماتين ده عباره عن كيميكال سبستانس naturally created from amino acid arginine، بيستخدم كميديكيشن برضو كدواء في حالات in the form of أوجماتين سلفيت، في شكل أوجماتين سلفيت بيبقى ميديكيشن which used to increase food intake، الهدف منه increase the body weight gain. يبقى دي طريقة الفورميشن بتاع البيتراسين عن طريق حاجتين اتنين، يا إما أمينو أسيد أورنوثين يا إما عن طريق الدي أمينيشن بتاع الاوجماتين اللي انا ممكن استخدمه كميديكيشن اللي هو الاوجماتين in the form of اوجماتين سلفيت. طيب في عندي كمان تو ديريفاتيفز من البيتراسين اللي هو اسبرمين والاسبرميدين، وده عباره عن بولي امينز درايفد فروم بيتراسين بايوجينيك امينز. طيب السؤال اللي بعد كده، what health impacts do they have او health impacts due to formation of pyogenic amines. زي ما قلنا ان البايوجينيك امينز بلاي امبورتنت رول كسورس للنيتروجين وبريكيرسر للسنسس بتاع الهرمونز والالكالويدز والنيوكليك اسيد والبروتين، وكمان من الناحيه اللي هو فروم فود ساينس بوينت اوف فيو البايوجينيك امينز اكت از ا فود اروما كومبوننتس زي ما قلنا في بعض الفيرمنتد برودكتس، فبعتبره كفود اروما كومبوننتس بيحسن لي او بيديني كاركترستيك أروما للفود. طيب الفود containing a high amount of pyogenic amines may have a toxic effect. طيب لو جينا قلنا who at risk، مين اللي ممكن يبقى at risk؟ كل الكونسيومر، all consumers at risk but different susceptibility، بتختلف susceptibility depend on individual characters وبتعتمد كمان على أو depend on genetic origin أو sensitivity بتاع الهيومر. طيب لو جينا قلنا كمان low amount طبعا of pyogenic amines does not have harmful effect on human health زي ما قلنا، normally small amount من ال pyogenic amines could be detoxify زي ما اتكلمنا عن المونو امينو اوكسيديز انزيم اللي هو normally enzymes موجود في ال human intestine. ومع ذلك انا عندي اتكلمنا عن ال detoxification ability اللي هي ممكن تحصل ليها disrupting أو disrupted أو inhibiting by high amount of pyogenic amine ingestion،
يعني ممكن انا اكون خدت كميه كبيره جدا في الفود بتاعي بتحتوي على البايوجينيك امين بنسبه كبيره جدا، وبالتالي بيحصل ديسربشن للمونو امينو اوكسيديز انزيم، تقدرش ان هي تتحمل هذه الكونسنتريشن او هذه التركيزات العاليه قوي، او بيحصل انهيبيشن ليها عن طريق زي ما قلنا بعض الكحوليات عن طريق الواين والبير اللي بتزود من عمليه الابسوربشن بتاع المونو البايوجينيك امينز، او البيشنت اللي هي بتعاني من الدبريشن اللي ممكن تكون بتاخد المونو امينو اوكسيديز انهيبيتور اللي هي بتعمل لي انهيبيشن للمونو امينو اوكسيديز، وبالتالي بتساعد في عمليه الامتصاص الكبير جدا للبايوجينيك امينز، فبتساعد في التوكسيستي، فبيقل الديتوكسيفيكيشن ابيليتي بتاع الهيومن انتستين بالنسبه للبايوجينيك امينز. طيب لو الحالات دي حصلت طبعا هيبقى في سيريوس هيلث بروبلمز كان بي اوكي. طيب ايه هي السيمتومز اللي ممكن تحصل نتيجه البايوجينيك امينز؟ انا عندي جنرالي بيحصل راش طبعا، اتشنج، سويتنج، ده بالنسبه للحاجات اللي تخص السكن. عندي نوزيا، فوميتنج، ابدومينال كرامبس، شورت تيرم اوف دايريا ودي بتخص الجي اي تي. عندي هيديك، انكريز بلاد بريشر، هايبرتنشن، وفي بعض البايوجينيك امينز بتعمل لي انكريز بلاد بريشر، وفي حاجات بتعمل لي ديكريز بلاد بريشر زي ما هنتكلم دلوقتي. في عندي كمان ريسبيراتوري بروبلمز، دي كلها اعراض جنرالي بالنسبه للتوكسيستي باي بايوجينيك امينز. كمان التوكسيستي ليفل فاري ديبند اون، بتختلف التوكسيستي ليفل على حسب كميه البايوجينيك امينز اللي هي انجستد باي كونسيومرز او السنسيتيفيتي اوف هيومن على حسب الحساسيه، ودي individual variation، او الكميه اللي انا استهلكتها في الاكل بتاعي بتحتوي على، هل هي بتحتوي على كميات عاليه جدا من البايوجينيك امينز اللي هي ممكن تكون عملت لي interruption في المونو امينو اوكسيديز وبالتالي سببت لي التوكسيك افكت. طيب الماكسيمم توتال بايوجينيك امينز انتيك باي هيومن المفروض ان هي تبقى اقل من 1000 ملي جرام للكيلو جرام اللي هي بتساوي 1000 بارت بير مليون. طبعا ده بالنسبه للتوتال بايوجينيك امينز اللي هنتكلم عن كل انواع البايوجينيك امينز، المفروض ما تزيدش عن 1000 ملي جرام للكيلو جرام. طيب الماكسيمم ليفل بتاع الهيستامين في الفيش برودكتس سيت باي اف دي اي، قالوا ان هي المفروض ما تزيدش عن 50 بارت بير مليون، وبالاوروبيان كوميشن قالوا ان هي ما تزيدش عن 200 بارت بير مليون. الماكسيمم ليفل اوف بايوجينيك امينز ان تشيز ما تزيدش عن 2000 ملي جرام للكيلو جرام، وده طبعا نتيجه ان في بعض انواع التشيز بيبقى معمول لها الرايبننج ستيب او فيرمنتد تشيز، وبالتالي بتبقى نسب البايوجينيك امينز فيها عاليه، فالمفروض ان هي ما تزيدش عن 2000 ملي جرام للكيلو جرام، ودي بتبقى سبب رئيسي على فكره انواع الجبن اللي هي بتسبب لي التوكسيستي باي بايوجينيك امينز especially في السنسيتيف بيبل. قبل ما نتكلم عن الهستامين بوينج نتكلم عن الفانكشن بتاعه او الفيسيولوجيكال فانكشن بتاع الهستامين. احنا قلنا طبعا هو اورجانيك نيتروجينس كومباوند درايفد فروم امينو اسيد هيستادين، هو بروديوسد باي بيزوفيل او الماست سيل ميد اند ستور ان ات، موجوده في بهاي كونسنتريشن في كونكتيف تيشو السكن لانج الاستومك زي ما قلنا في البرين وفي الهارت. بيساعد في increase the permeability بتاع الكابيلاريز to white blood cells to allow them to engulf the pathogen and the infected tissue ك immune response. طيب انا عندي كمان كبرو inflammatory signals in response to allergic reaction، فهو يعتبر part من ال immune response to foreign pathogen، لها رول او ليه رول في ال mediator of itching. كمان important في stimulant of HCL secretion by stomach through histamine H2 receptor، فبيعمل لي regulating للphysiological function in the gut. دي حاجة. الحاجة التانية أنا لما أجي أقيس normal histamine level في الهيومن بلازما بيتراوح من 3.1 ل 1 نانو جرام ملي في البلازما، ده normal histamine level في البلاد بلازما. الهستامين بقى food poisoning ده resulting from ingestion of food containing high level of histamine، الأكل بيحتوي على نسب عالية جدا من الهستامين. والفيش are mostly and commonly involved histamine poisoning، وبيؤدي إلى حاجة اسمها scombroid fish poisoning.
انا عندي الهيستامين فود بويزنينج التوكسيك اند كلينيكال اسبيكت هيستامين بويزنينج كاركترايزد باي شورت انكيبيشن بيريود شورت ديوريشن والسيمبتومز بتاعته ريزامبلينج او سيميلر تو سيمبتومز اسوشيتد ويز الرجيك رياكشنز. لو جينا نقول الاعراض بتاع الهيستامين بويزنينج انا ممكن اقسمها كده، هي كل الاعراض موجوده قدامنا دلوقتي، بس انا ممكن اقسمها الاول للانيشال سيمبتومز اللي هو الالرجيك رياكشن، بتبتدي الاول بالفيشيال فلاشنج اللي هو تضخم جامد قوي في الوش، سويتنج بيبقى في زي فلاشنج كده او تضخم جامد في الوجه، في كمان انا عندي اللي هو بسميه بيرنينج بيري تيست سنسيشن في الماوس والثروت، يعني بيرنينج بيري اللي هو زي ما يكون فلفل حراق جدا في الماوس وفي الثروت، في عندي نوزيا وديزنس، في عندي كولد لايك سيمبتومز، ديزنس هنا معناها عدم اتزان اللي هو الفرتيجو، في نيزل كونجيشن، في سنيزنج، في راش طبعا واتشنج، وبعد كده تبتدي بقى تدخل عندي اللي هو الجي اي تي سيمبتومز اللي هو الابدومينال كرامبس، في عندي شورت تيرم اوف دايريا، في maybe vomiting، وبعد كده الاعراض في السيفير كيسز بتبقى difficult to breathing respiratory distress والتشو swelling خصوصا swelling of tongue وmaybe التوكسيستي دي بتؤدي الى الديث. يبقى انا عندي الاسكومبرايد فيش بويزنينج caused by histamine، ده بيبقى عبارة عن food borne chemical intoxication caused by certain spoiled fish، انواع معينه من الاسماك اللي بيبقى فيها نسبه عاليه جدا من الهيستادين امينو اسيد، وان سهل ان هي تتحول لهيستامين زي التونه والماكريل والسردين والهيرينج والبلوفيش، ده طبعا في ظروف معينه اللي هي ممكن اكون عامله استورج للسمك دوت ديورنج الامبروبر استورج، البكتيريا بيحصل لها مالتيبليكيشن ودرجه الحراره هنا بتبقى اعلى من 15 ديجري سنتيجريد، وبالتالي سهل قوي ان المايكرو اورجانيزم ديت يحصل لها مالتيبليكيشن وتحول لي الهيستادين امينو اسيد اللي موجود في السمك دوت لهيستامين ويسبب لي اللي هو الاسكومبرويد فيش بويزنينج. الانسيت بتاع السيمبتومز بتبقى من 10 دقائق لساعه تقريبا افتر ايتينج او كونسامشن اوف ذس فيش وكان بي لاست فور 2 دايز. الاسكومبرويد فيش بويزنينج جنرالي بتبقى سيلف ليميتد، البيبول بس اللي هم بيبقوا مور سسبتبل اللي بيبقى عندهم ريسبيراتوري بروبلمز. ده بالنسبه للاسكومبرويد فيش بويزنينج او الهيستامين. نيجي للتيرامين تاني بايوجينيك امينز التيرامين توكسيستي، والتيرامين توكسيستي هنا بسميه نو از تشيز رياكشن، وده لان اول حاله ظهور له كان في استهلاك كانت نتيجه استهلاك التشيز اللي بيحتوي على نسبه عاليه من التيرامين. التيرامين ليها فازو كونستريكتور افكت ويمكن الوحيد في البايوجينيك امينز اللي السيمبتومز بتاعته مختلفه او عكسيه كمان، بقول ان هو بيزود لي اعراض التيرامين توكسيستي انكريز الكاردياك اوت بوت انكريز بلاد بريشر عن طريق ان هو بيعمل لي ناروينج للبريفرال بلاد فيزلز، بيعمل لي فازو نتيجه الفازو كونستريكتور افكت، بيزود الريسبيريشن فبيعمل لي ريسبيراتوري ديس اوردرز، بيعمل لي اليفيت للبلاد شوجر كونسنتريشن، بيزود السلايفيشن، بيعمل لي ديليتيشن للبيوبلز، ونتيجة الانكريز بتاع البلاد بريشر كان كوز هارت فيلير وبرين هيموريج. طيب في افكت كمان للتيرامين ان هو بيعمل انكريز الادهيشن بتاع بعض الانتيرو باثوجين للانتستاينال ميكوزا زي الاشريشيا كولاي او 157 اتش 7، وده بيزود التوكسيستي بتاعته بتاع التيرامين، والكونسامشن بتاع الفيرمنتد فودز نتيجه وجود اللاكتيك اسيد بكتيريا اللي هي الموست افيشنت بروديوسرز اوف تيرامين بتزود لي عمليه التوكسيستي بتاع التيرامين. ده بالنسبه للتيرامين. طيب البيتراسين بقى باقي البايوجينيك امينز من بيتراسين وكادافرين وسبرمين وسبرميدين ده ليهم لو توكسولوجيكال بيربرتس تاثيرها قليل، ومع ذلك البوتنشيشن بتاع او تاثير الهيستامين توكسيستي بيزيد في وجود البيتراسين والكادافرين، فبيعتبر ك بيعمل انيشيشن للهيستامين توكسيستي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان البيتراسين
بيعتبر كبريكيرسر للفورميشن بتاع الكارسينوجينيك ان نيتروزامين من خلال بريزنس اوف نايترايت. يبقى هو ليه اتنين اكشن هنا عندي او بيسبب لي مشكلتين هنا. اولا ان هو بيعمل لي انهانس او بوتنشيت للافكت بتاع الهيستامين والتيرامين توكسيستي عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن للميتابولايزنج انزيمز اللي هو المونو امينو اوكسيديز زي ما اتكلمنا. وفي كمان عندي ان هو بيعمل لي او اكت اس بريكيرسر اوف فورميشن اوف كارسينوجينيك ان نيتروزامين من او في وجود النايترايت. طيب انا عندي الهاي كونسنتريشن بتاع البيتروسين دايما بتبقى لينك تو تيومر ديفلوبمنت في الكولم. وجدوا ان وجود البيتروسين بنسب عاليه بيؤدي الى تيومر في الكولم. عندي كمان الاوجماتين والسبرمين والسبرمتين بيؤدي الى توكسيستي، والتوكسيستي بتاعه بيبقى نتيجه ديكريز للبلاد بريشر، انهبت للبلاد كلوتينج. بيعمل لي كمان اللي هو انهانس ريسبيراتوري سيمبتومز اللي هو نيورو توكسيستي ريزلتنج فروم رينال انسفيشنتي. فهو يبقى انا عندي هنا الكام نوع من البايوجينيك امينز دولت التوكسيك افكت بتاعها قليل ولكن بيزيد في بعض الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. نيجي للنقطه اللي بعد كده اللي هي الميكروبيال جروبس بروديوسد بايوجينيك امينز ان فودز. المايكرو اورجانيزم كابابل اوف بروديوسينج بايوجينيك امينز ان فود. لو جينا خدنا امثله للجرام نيجاتيف بكتيريا زي الانتيرو بكتيريا سيدوموناس، دي بسميها major producer of histamine او strong histamine formers، بتكون لي هيستامين بنسب عاليه قوي، وكادافرين كمان بيتروسين بتكونها بنسب اعلى من 1000 ملي جرام للكيلو جرام او 1000 بارت بير مليون. دي المجموعه الاولانيه. بتبقى شامله كمان الانتيرو بكتيريا زي حاجه اسمها المورجانيلا مورجاني، وزي الانتيرو باكتر اريجينوزا، وزي الكليبسيلا سبيشيز، دي بسميها strong histamine formers. في عندي كمان فوتو بكتيريا بتسبب الاكوموليشن برضو او الفورميشن بتاع الهيستامين في السي فود برودكتس. وفي كمان مجموعه الجرام بوزيتيف بكتيريا زي اللي هي ليها ديكربوكسيليز اكتيفيتي موجوده او بيلونجز تو السبيشيز اللي هو ستافيلوكوكس وباسيلس سبيشيز. طبعا اكيد اللاكتيك اسيد بكتيريا بريديوس بايوجينيك امينز بكل انواعه، وبتبقى مور او موست افيشنت بريديوسر اوف تايرامين. يبقى اللاكتيك اسيد بكتيريا متخصصه في البرودكشن بتاع البايوجينيك امينز خصوصا التايرامين. بقيه الانواع بتاع المايكرو اورجانيزمز في عندي جرام نيجاتيف زي ما خدنا امثله ليها للسترونج هيستامين فورمرز، وفي عندي كمان الويك هيستامين فورمرز دي شامله الفوتو بكتيريم والايروموناس الفيبريو بارا هيمولوتيكا والستاف والستريبت. نرد بقى على السؤال بتاع what are factors influence production، ايه هي الفاكتورز اللي هتساعد في عمليه البرودكشن بتاع البايوجينيك امينز. انا عندي الكونسنتريشن بتاع البايوجينيك امينز ان فود خاصه في الفيرمنتد فود برودكتس بتتاثر ب several factors اثناء طبعا during المانيفاكتشر بروسيسنج including الهايجين بتاع الرو ماتيريالز او الفود ماتيريالز، الميكروبيال كومبوزيشن، الكونديشن والديوريشن بتاع الفيرمنتيشن. يبقى المين انفايرومنتال فاكتورز افكتنج مايكروبيال اكتيفيتيز في الفود بتبقى طبعا اكيد التمبريتشر، السولت كونسنتريشن، الديجري اوف بي اتش. يبقى نفس الانفايرومنتال فاكتورز اللي افكتنج مايكروبيال اكتيفيتي هي الفاكتورز اللي هي ذا سيم فاكتورز ذات اوبتمايز الاكتيفيتي بتاع الديكربوكسيليشن اوف مايكرو اورجانيزم. كل ده هيساعد في عمليه تكوين البايوجينيك امينز. فاول فاكتور عندي هنا الهايجين كونديشن اوف رو ماتيريالز او الفود اللي بسميها بايولوجيكال اكتيفيتي اوف رو فود ماتيريالز، شامله اذا كان الفود بتاعي ده الهايجين بتاعه جود اور بور، شامله كومبوزيشن اوف فود من ناحيه نسب الفري فاتي اسيد، نسب البروتين كونتنتس والامينو اسيد فري امينو اسيدز، الديجري بتاع البي اتش بتاع الماتيريالز او الفود بتاعي. وطبعا كل ده بمساعده ايه المايكرو اورجانيزمز اللي هي ليها ديكربوكسيليشن اكتيفيتي، وطبعا الفيفربل كونديشنز اوف جروث للمايكرو اورجانيزم زي التمبريتشر، ووتر اكتيفيتي، البي اتش، سولت كونسنتريشن، الوجود او عدم وجود الاكسجين، الريليتيف هيوميديتي، كل دي فاكتورز افكتنج
growth of microorganism or multiplication of microorganism, وبالتالي factors affecting decarboxylation activity of microorganism, وفي الاخر هتأثر لي على البرودكشن بتاع البيوجينيك امينز. طيب انا عندي كمان النقطه اللي بعد كده او الفاكتور اللي بعد كده اللي هو البروسيسنج اند ستورج كونديشنز, زي الهاندلنج, الكاننج, عمليه السولتنج, الفيرمنتيشن, عمليه السموكينج, الباكجينج, اتموسفير, الايراديشن, التشعيع. والنقطه المهمه جدا في عمليه البروسيسنج اللي هي التايم تمبريتشر اب يوز, اللي هي اساءه استخدام التايم الستورج تايم او التمبريتشر ديورنج البروسيسنج. دي نقطه مهمه جدا وسهل قوي لو عملت لها كنترول اقدر اتحكم فيه البرودكشن بتاع البيوجينيك امينز. يبقى فاينالي كده نقول ان البيوجينيك امينز اكوموليشن ان فود كان بي انهبيتد باي يوزنج الهاي كواليتي رو ماتيريالز او الفود وكنترول للتمبريتشر والتايم. النقطتين دولت نقطتين اساسيين او مهمين جدا في ان انا امنع او اقلل الفاكتورز اللي ممكن تعمل لي انفلونس للبرودكشن اوف بايوجينيك امينز. طيب ده فيجر بيوضح وبيلخص الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز والفاكتورز افكتنج اتس برودكشن, من اول الرو ماتيريالز او الفود, من ناحيه الكومبوزيشن بتاعها الفري فاتي اسيد والبروتين زي ما قلنا والفري امينو اسيد والديجري بتاع البي اتش. في عندي كمان المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تكون هاي هيستامين او سترونج هيستامين فورمرز او بايوجينيك امينز فورمرز زي انتيروبكتيريسي والسيدوموناس والفوتوبكتيريوم. كمان عندي على فكره الكولستريديا سبيشيز, في انواع منها قادره ان هي تعمل لي ترانسفورميشن للامينو اسيد لبايوجينيك امينز ككورسبوندنج بايوجينيك امينز في الفود. في طبعا اللاكتيك اسيد بكتيريا اللي هي قلنا بتعمل لي برودكشن اوف بايوجينيك امينز سبيشالي تيرامين. يبقى انا عندي الفود وعندي مايكرو اورجانيزم وعندي كمان في فاكتورز اللي هو البروسيسنج والستورج كونديشن زي الهاندلنج زي ما قلنا والسولتنج فيرمنتيشن السموكينج, اذا كنت هستخدم نوع من انواع الباكجينج زي ما هنقول دلوقتي, الايراديشن, التايم والتمبريتشر مهمين جدا. كل دول بيساعدوا في عمليه ان الامينو اسيد بريكيرسر اللي هو موجود عندي على الناحيه الشمال امثله ليها اللي هو الهيستيدين, تايروزين, تريبتوفان, لايسين, فينايل الانين, ارجينين والاورنوفين عن طريق الديكربوكسيليشن. طبعا الديكربوكسيليشن فيه انزيمز اكوردنج تو كل امينو اسيد بريكيرسر بيبقى ليه انزيم, يعني مثلا الهيستادين عن طريق هيستادين امينو اسيد عن طريق الهيستادين ديكربوكسيليز اللي موجود في المايكرو اورجانيزم او في الانزيمز اللي موجوده في الفود ناتشرالي بيتحول لهيستامين كبايوجينيك امينز تحتيها اهوت. عندي طبعا التيروزين, في عندي تيروزين ديكربوكسيليز بيحولهولي لي تيرامين وهكذا. كل ده في الاخر هيأثر لي على الفود سيفتي فور كونسيومر والفود كواليتي. يبقى ده ملخص سريع جدا للفورميشن بتاع البيوجينيك امينز والفاكتورز افكتنج اتس برودكشن. وقبل ما نعدي الفيجر دوت نرجع تاني للنقطه بتاع البيوجينيك امينز اللي هو الكلاسيفيكيشن. بعد ما خدنا اسماء مختلفه للبيوجينيك امينز نقول ان الاروماتيك اكوردنج تو كيميكال ستراكشر, الاروماتيك زي التيرامين وده يمكن الوحيد الاروماتيك, الاليفاتيك زي البتروسين, الكادافرين, السبرمين, السبرمدين, الهيتيروسايكليك كيميكال ستراكشر زي الهيستامين والتريبتامين. ولو جينا قلنا بيسد اون نمبر اوف امينو جروبس زي ما قلنا في الاول, انا عندي المونو امينز دي امثله ليها الهيستامين والتريبتامين, والبولي امينز زي باقي البايوجينيك امينز. نيجي لاخر سؤال اللي هو how can they be reduced or eliminated للبايوجينيك امينز. عندي اول حاجه اللي هو التمبريتشر, وزي ما قلنا التمبريتشر تعتبر تمبريتشر during processing during storage of food important عشان اعمل prevention او inhibition للformation of biogenic amines. انا عندي في زوم كده من التمبريتشر بيبقى بيسهل في عملية الformation بتاع البيوجينيك امينز او البرودكشن بشكل كبير قوي, اللي هي نفس درجة الحرارة بتاع الميزوفيليك مايكرو اورجانيزم اللي هي من 20 ل 37, دي افضل درجة حرارة ممكن يتكون فيها البيوجينيك امينز بكميات او concentration عالي. يبقى انا عندي دلوقتي
درجه الحراره اللي هي بيزد اون الهاسب سيستم عن طريق الاف دي اي، منظمه الاف دي اي، قالوا ان درجه الحراره 4.4 ديجري سنتيجريد، ويفضل ان هي تبقى لوور تمبريتشر كمان عن كده، ريكومندد فور بروسيسنج ستورج عشان امنع الهستامين واذر بايوجينيك امينز تو بي فورمد ان فيش اند اذر فود برودكتس. طيب النقطه او الفاكتور اللي بعد كده اللي هو الباكجينج، انا عندي الباكجينج فيه انواع مختلفه من الباكجينج، ولكن استخدام الكربون دايوكسيد في الموديفايد اتموسفير باكجينج اللي هو الام اي بي كان اكستند شيلف لايف عن طريق ان هو بيعمل لي انهيبيشن للميكروبيال جروث اوف هيستامين فورمينج بكتيريا، وبالتالي اليوز اوف سي او 2 كربون دايوكسيد بتركيز 75% في الموديفايد اتموسفير باكجينج سيجنيفيكانتلي ريديوس الليفل بتاع البايوجينيك امينز، خصوصا في اللي هو الاسماك الفيليه اللي بتبقى مغلفه. سهل قوي ان انا امنع عمليه البايوجينيك امين فورميشن عن طريق ان انا بستخدم الكربون دايوكسيد بنسبه 75%. طيب في عندي كمان الفاكيوم باكجينج ستور ات لو تمبريتشر اللي هو 4 ديجري سنتيجريد. ممكن استخدم الفاكيوم باكجينج، بيبقى افضل بكتير من اني استخدم الباكج وزود فاكيوم اللي هو ستور في الاير. ده برضو بيساعد في عملية او تقليل الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز. دول النوعين بتوع اللي هو التغليف اللي هو الكربون دايوكسيد في الموديفايد اتموسفير باكجينج، وفي الفاكيوم باكجينج اللي هو افضل من الفاكيوم مزود باكجينج في الستور اير عشان اقلل الفورميشن اوف البايوجينيك امينز. طيب كمان اقدر اعمل اليمينيشن او ريديوس للبايوجينيك امينز عن طريق الاديتيفز. انا عندي الاديتيفز استخدام البريزرفيشن او الاديتيفز في الفود كان انهبيت الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز، كان انهبيت الديكربوكسيليز اكتيفيتي، وبالتالي بتمنع الفورميشن اوف بايوجينيك امينز. طيب ايه هي الاديتيفز اللي ممكن استخدمها؟ انا عندي الديسوربيتول، خصوصا لو انا عملت ستور للفود بتاعي عند 25 ديجري سنتيجريد لمده 10 ايام، وجدوا ان استخدام الاديتيفز زي الديسوربيتول، ساكسينيك اسيد، ماليك اسيد، اسكوربيك اسيد بيقلل الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز. كمان البوتاسيوم سوربيت، كمان اللي هو ستارتر كالتشر لو انا زودت او ضفت عليه نص او 1% شجر، ده في الخطوه بتاع الفيرمنتيشن او الرايبنينج، اضيف نص او 1% شجر ان فيرمنتيشن او ان فيرمنتد سوسج بيقلل لي الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز. استخدام 5% جارليك اكستراكت او 1% سيتريك اسيد كبريزرفاتيف، وطبعا اول بريزرفاتيفز اور اديتيفز added according to type of food، يعني مش كل الانواع بتاع الاديتيفز دي اقدر احطها على كل الاطعمه، كل حاجه مخصصه للفود بتاعها. اهم حاجه في الاديتيفز هنا السولت او الام اي سي ال كونسنتريشن، ده لو ضفته بنسبه من 3.5 ل 5.5% بيبقى ليه efficiency effect على كنترول البايوجينيك امينز especially في التشيز. لو النسب ديت بقت 6% من السولت فهي قادره ان هي تعمل لي ريديوس للليفل بتاع التيرامين واذر بايوجينيك امينز في السوسج. يبقى في انواع الجبن ممكن استخدم نسبه ملح من 3.5 ل 5.5%، في السوسج ممكن نسبه الملح دي تبقى 6% عشان امنع الفورميشن او اقلل الفورميشن بتاع الامينات الحيويه. ولكن في بعض الحالات استخدام ال NaCl may be optimized الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز، ودي وجدوا فيها ان نسبه الملح لو زاد عن 13 ل 15% salt concentration بيؤدي، خصوصا في الماكريل يعني اضافه ال 13 او 15% salt concentration للاسماك زي الماكريل بيساعد في عمليه الفورميشن بتاع البايوجينيك امينز. يعني ده كده حاجه عكسيه، يبقى استخدام الملح بنسب معينه بتؤدي الى كاديتيفز بتؤدي الى ديكريس فورميشن اوف بايوجينيك امينز، لو زادت نسبه ال NaCl ديت ووصلت ل 13 او 15% في بعض الفودز او بعض الفيش زي الماكريل بتؤدي الى انكريز الكونسنتريشن بتاع البايوجينيك امينز والتوكسيك ليفل بتاعتها. نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هو السموكينج. السموكينج successfully reduced the level بتاع البايوجينيك امينز، لو جينا طبعا قارناها compared with non smoked samples عن طريق ان هي بتعمل لي انهبيشن للجروس بتاع
المايكرو اورجانيزم اللي هو ليها ديكربوكسيليشن اكتيفيتي. وطبعا لان السموكينج زي ما خدنا في المحاضره سموكينج تكنيك ريديوس اسيبتيك كاركترز من خلال الكيميكال كومبوننت اوف السودوست سموك. يبقى انا عندي دلوقتي المنتجات اللي معمول لها سموكينج بيبقى فيها بايوجينيك امينز بنسب اقل من النون سموكد سامبل نتيجه عمليه السموكينج اللي هي بريديوس اسيبتيك كاركترز اوف برودكت. طيب اخر حاجه عندي اللي هو الايراديشن والايراديشن الابلكيشن اوف ايراديشن في الفود بروسيسنج فور بايوجينيك امين ريدكشن. الجاما ايراديشن اوف ماكريل فيش بتقلل النسب الهستامين والتيرامين والكادافرين والبيتروسين وموست اوف بايوجينيك امينز significantly reduced level of histamine. بتقلل بالذات كمان النسب بتاع الهستامين عن طريق استخدام الجاما راديشن او الابليكيشن اوف ايراديشن باي يوزنج جاما ايراديشن. طيب ليفل اوف بايوجينيك امينز في الايراديتد سوسج والبولتري والميت لما جم يقارنوها لقوها ان هي اقل compared to that of those in non irradiated. يبقى المنتجات اللي حصل لها irradiation لقوا ان نسب البيوجينيك امينز فيها اقل من النون irradiated meat products. بالتوفيق سنة خمسة وخلي بالكم واشوفكم على خير ان شاء الله.